انا اسمي محمد سعدون كواري، مذيع في قنوات بي ان سبورتس. كوني رياضي سابق هالشيء يحط عليه مسؤوليه اكبر، لان الرياضي لازم يكون مثال وقدوه للناس العاديين في المجتمع وللرياضيين. وبالنسبه لي الرياضي لازم يكون رياضي طول العمر، وليس فقط فتره ممارسته للرياضه جديه او احترافيه فقط. استفادتي من كيو جيم اليت كانت من اكثر من جانب. من الجانب الرياضي اكيد بسبب الامكانيات المتوفره، المدربين اصحاب التجارب والخبرات والشهادات المتقدمه جدا، لكن الاستفاده ايضا على المستوى الذاتي، على مستوى تطوير نفسي وشخصيتي من خلال الخبرات الموجوده في كثير من الاطباء موجودين، في كثير من حمله الشهادات العليا الدكتوراه موجودين معنا في كيو جيم اليت، وكثير من الرياضيين اصحاب المستوى العالي من النتائج والمنافسه الرياضيه. انا اعتقد ان في كثير من الاشياء اللي تقدم في كيو جيم اليت تتخطى مجال التدريب. الخدمات الموجوده مثلا من غسيل سياره او من غسيل وكوي ملابس، البعض يمكن يراها شيء بسيط، لكن انا اعتقد انها شيء مهم جدا، لان احنا نعيش في زمن سريع جدا، الانسان ما عنده وقت يسوي كثير من الاشياء. ف افضل الجهات الان اللي تقدم لك مجموعه خدمات في مكان واحد، وهذا موجود في كيو جيم اليت. حق جسمي علي ان انا امارس الرياضه واحافظ على جسمي، واقدم لنفسي الامكانيات الافضل اللي تساعدني على التمرين من بيئه ممتازه، من ظروف ممتازه، من خدمات موجوده. وانا اعتقد هذا كله يجتمع في كيو جيم اليت، فدائما انا انصح اصدقائي انهم ينضمون لنا في اسره كيو جيم اليت.